أختنا تسأل يا شيخ بأنها ذهبت للعمرة وبعد الإحرام أتتها الدورة ولم تعتمر، وذهبت إلى الرياض بدون عمرة وقد تزوجت، هل عقد الزواج صحيح؟ هذا خطأ كبير، هي ما زالت محرمة، والحيض ليس بمسوغ لخلع الإحرام، بل تنتظر حتى تطهر وتؤدي العمرة، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا أحرم الإنسان بحج أو بعمرة فلا بد أن يؤديه بالتمام بمناسكه، إلا إذا أحصر، وهذا ليس إحصارا، فهي ما زالت محرمة، وعقد النكاح غير صحيح، وعليها أن تتجنب محظورات الإحرام وتبادر بالذهاب إلى مكة وتؤدي العمرة التي أحرمت بها. وإذا كان حصل عليها جماع فتكون عمرتها فسدت، لكن تمضي فيها وتكملها ثم ترجع إلى الميقات وتحرم بعمرة أخرى قضاء للعمرة الفاسدة، الميقات الذي أحرمت منه في الأول، وتؤدي عمرة ثانية قضاء للعمرة الفاسدة. وعليها أن تذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، لأنها فعلت محظورا من محظورات الإحرام، ولا بد من تجديد العقد، لا بد من تجديد العقد مرة ثانية. لماذا لم تسأل وهي في مكة لما نزل عليها الحيض؟ لماذا لم تسأل في ذاك الوقت؟ نعم.